مشاهدينا متابعينا الكرام تتواصل التحديات والانطلاقات من ارضيه هذا الميدان ميدان الاهباب لسباقات الهجن العربيه الاصيله ضمن هذا السباق الصيفي الذي يحمل تحديات الحقائق مسافتنا هي ثلاثه كيلو مترات ينطلق ايضا ثالث الاشواط ثالث الاشواط وايضا ياتي مع الابكار ياتي مع هذه الاسماء ابدا مباشره معك يا ممثل المدام يا عبد العزيز بن سيف بن كليب الاكتبي يقدم لنا الشاهينيه على المركز الاول على صداره الشوط ياتي مع صداره التحدي المركز الثاني الشاهينيه عتيج بن علي بن راشد بالقوم الاكتبي يقدم لنا الشاهينيه على المركز الثاني المركز الثالث وصلت وتدخلت الشاهنية لمحمد بن عتيد بن خفية يأتي على المركز الثالث المركز الرابع يأتي محمد بن راشد بن مرقان يقدم لنا الشاهنية على المركز الرابع المركز الخامس تدخلت وانطلقت بهذه اللحظات أيضا الشاهنية لمحمد بن مايد ألك يقدم لنا الشاهينية على المركز الخامس الأسامي غاتمة وشعرات حاضرة بهذا, حاضر بهذا, الغوية الغوية بهذا الشوط حاضرة بهذا التحدي باحثة عن الفوز باحثة عن الانتصار مع هذه الأسماء القوية والشعارات القوية التي تتجمع في هذا الشوط باحثة عن الفوز والانتصار ولكن بن كليب بن كليب يقدم لنا الشاهنية عبد العزيز بن سيب بن كليب الاكتبي يأتي مع الشاهينية يأتي مع المركز الأول يأتي مع صدارة الشوط ركز مع هذا الانطلاق المميز أيضا بالقوم غادم على المركز الثاني غادم مع الشهنية عتيج بن علي بن راشد بالقوم الاكتبي يقدم يقدم لنا الشهنية اللي بدت تتجاوز بهذه اللحظات المركز الثالث أوصلتنا الشهنية لأيضا لمحمد بن مايد الاكتبي ركز ركز يا وما يتركز هنا مع هذا الاسم المميز ومحمد بعتيج بن بن خفية يقدم لنا الاسم المميز يقدم لنا الشاهنية وأيضا اللي على المركز الخامس اللي على المركز الخامس تتقدم وتأتي بالانطلاق المميز لو مبروك دخلنا ايضا لناصر بن ساعد الهاشمي ولكن ولكن اجواء الكيل الخطير اجواء 800 متر النهائيه يا بالقوم يا بالقوم يا عتيج يا بن علي يا بن راشد يا بالقوم ويا بن كليب بدا التنافس بدا الانطلاق مع اللحظات الاخيره مع اللحظات المميزه مع الامثار المجنونه مع اقترابنا لل 600 متر النهائية ولكن بالقوم بالقوم عتيج بن علي بن راشد بالقوم ياتي على الصدارة وعبد العزيز بن سهيب بن كليب الاكتبي يقدم الشاهينية ولكن وين وين الانتصار وين الانتصار وين الفوز وناصر بن سعد الهاشمي ولكن بالقوم بالقوم وبن كليب اللحظات الاخيرة اللحظات المريرة ما شاء الله تبارك الله انطلقت الشاهنية انطلقت الشاهنية عتيج بالقوم الاكتبي هو اول اشتراك سلالة الشبابية سلالة اسد الميادين سلالة الشبابية سلام يا محمية الأهباب سلام يا عتيج يا بالقوم الاكتبي وسلام يا الشبابي سلام واول اشتراك لها في بداية الموسم تحقق الفوز والانتصار سلام يا المدام سلام صبح بالسلامات مع بنت الشبابي المركز الثاني العتيج والأيد ناصر بن ساعد الهاشم المركز الثالث محمد بن عتيج بن خفية المركز الثالث والرابع ندعى لجد خط النهاية تهانينا والناموس العتيج بن علي بن راشد بالقوم مع الشاهنية اللي حققت الفوز والانتصار وسلالة أسد الميادين بالفعل من عودتنا بهذه النوعيات توقيت أربع دقائق وثلاثه واربعين ثانيه تانيه وناموس رقم